بص يا صاحبي، ما تتكلمش كده معايا هي جت. وريني كده ال يا نهار ابيض. صباح الخير يا رؤوف. صباح الخير يا ريش. ده بقى الفستان 122 في اليوم 122. نفسي اعرف هتلبسي الفستان ده تاني امتى. يا ريت بس تركز في شغلك زي ما انت مركز مع فساتيني كده. لا بقول لك انت النهارده هتندهشي، بس يا ريت بقى لو اندهشتي تعبري عن دهشك ده وبلاش الوش الجبس بتاع كل مره. ماشي. هما الاساتذه لسه ما شرفوش ولا ايه؟ لا زمانهم على وصول طبعا. يعني على فكرة انتوا بتستعبطوا بجد، يعني الحاجات دي بتهزني جامد. انا مش عارفة اقول لكم ايه، ولا يا ترى دي رشوة بقى عشان تداروا بيها على فشلكم؟ بتضحكوا؟ طب والله العظيم انا كنت جاية النهاردة مستحلفة لكم، قلت بقى النهاردة عيد ميلادي براحتي انا هخبط فيهم جامد ومحدش يقدر يتكلم. بس دلوقتي بقى اعمل كده ازاي؟ طيب ممكن بس اقول لك على حاجة؟ اتفضل قول، ما انت رئيس الفشل. شكرين جدا. انا هقول لك بس على حاجه، احنا مش عاملين ده رشوه ولا حاجه، احنا عاملين ده عشان احنا بنحبك بجد، وعلشان احنا بقى بنحبك بجد عندنا ليكي النهارده مفاجاه هايله، وكمان هي دي هديتنا ليكي في عيد ميلادك. احنا خلصنا البروجكت كامبين بتاع يوسف مهدي. استنوا بس، بصولي اسمعوني بس، دي حاجه هايله جدا، بس ممكن اعرف ده حصل امتى؟ لا مالكيش فيها، بص احنا ظبطنا الاداء وانت هتندهش. طب انا عايزه اتفرج بقى عشان احكم بنفسي، ده الراجل كلب وشي والله العظيم. حقك تشوفيه طبعا، ما توريها بقى يا حسام. يلا طبعا. يلا نتفرج. وهنا بقى ينزل السلوجن اوتو لايف يور لايف. يا جماعه انا شايفه ان في مجهود كبير معمول في البروجكت ده، بس للاسف وللاسف الشديد انا مضطره اقول لكم ان مش ده المطلوب خالص، انتوا بعيد عن المطلوب ومش ده المهم. بس المزعج بجد والمقلق والخطر ان انتوا كلكم اشتغلتوا من رصيد الخبرات القديمه والافكار المعلبه، مفيش اي فكره اوت اوف ذا بوكس. فين الكرياتيفيتي؟ فين الابداع؟ مفيش اي خيال.
أنا بصراحة مش هضحك عليكوا ومش هشعر بأي خجل عشان السربرايز اللي عملتوها لي، يعني إن أنا أقول لكم إن إحنا لسه على نفس التراك بتاع الفشل الرهيب. طيب في أي تعديلات تحبي إن إحنا نعملها؟ لا يا حسام، مفيش أي تعديلات ممكن تتعمل. أنا حاسة إن أنتوا دماغكوا صدت. مش عارفة أعمل إيه؟ أديكوا إجازة ولا أعمل إيه؟ المشكلة بقى إن كله عمال يلطش حاجات من على النت. يوتيوب بقى وإعلانات بره وجوجل، ده في إعلانات منقولة كوبي بيست زي ما هي. المشكلة إن دلوقتي قدامنا 10 أيام بس، لو ما خلصناش الفكرة بتاعت الكامبين العميل من حقه إن هو يفسخ العقد ونرد له فلوسه. لو سمحتوا سيبوني لوحدي شوية. بصراحة يا جماعة ما عندهاش دم، يعني بعد كل المجهود والتعب اللي تعبناه ده وعيد الميلاد اللي عملناه لها تيجي تهزقنا وتطردنا بره المكتب بالشكل ده. أنا مش قادرة أصدق نفسي بجد. إيه الغلاسة اللي هي فيها دي؟ هي يا جماعة مش عاجبها الشغل، يعني تعمل إيه يعني؟ وبصراحة كده أنا اقتنعت بكلامها. أنت نفسك يا إسراء يعني لطشة الحتة بتاعت الولد اللي بيدي البنت الوردة من إعلان الهولندي بتاع الزبادي. أنت بتتكلمي على أي أساس؟ هو أنت برضو مش لطشة حتة الكيس من الإعلان الروسي بتاع المية المعدنية؟ يا جماعة أنتوا بتهروا في إيه؟ إحنا فعلا مخنا واقف بقاله فترة. احنا بس اللي وهمنا نفسنا ان احنا عاملين حاجه جامده عشان نخلص وخلاص. بصراحه انا شايف ان رؤوف معاها. هو انت مش كنتي لسه موافقاني؟ ولا هو كل ما رؤوف يقول حاجه تقولي امين؟ ما تبطلي شغل التطبيل اللي انت فيه ده بقى. تعرفين يا جماعه؟ اريج عندها حق. احنا فعلا فاشلين. طيب هقوم اشوف رشا فين. وزني 55. اوكي بس من غير وشي. هو انت سايبه الدنيا تضرب تقلب وقاعده على الفيسبوك؟ والله انا شغلي وخلصته، والصور اللي طلبت مني كمان خلصتها، اكتر من كده ماليش فيه. والله ليه؟ هو انت برضو مش بيبقى لك بوينت اوف فيو في اللي بيتقدم لك؟ وكتير جدا بترفضي شوتس معينه، لكن لما يتحط علينا في الميتنج يبقى مالكيش فيه؟ لا يا حبيبتي، الشغل لما بيبقى بايظ بيتقال في الرشا، لكن لو الشغل كويس وعاجب بتنسوني حتى في السليبريشنز بتاعتكم. وهنروح بعيد ليه؟ فاكره البارتي بتاعت كامبين خالد الوالي؟ انا اصلا ما عرفتش عن طريق انستغرام. الو، هاي، ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ مسافر؟ اه رجعت؟ طب كويس.
اصل شفت لك صوره غريبه كده. بقولك ايه، ايه عم حكايه القريه الغبيه دي؟ ايوه يا استاذ مالك، انك خد المفتاح فيه حطب في شنطه العربيه، هاته وبعد كده اركن العربيه. تمام حاضر. قولي هو فين الراجل بتاع النظافه؟ طب ثواني كده خليكي معايا. تمام حاضر. يلا روح انت شوف قصه العربيه. حاضر. دخل حاجات بسرعه يا استاذ مالك. في واحده مصممه تكلم حضرتك، دي ثالث مره بتتصل بيا. حولها لي على مكتبي. تمام. ايوه صباح الخير. صباح النور. لو سمحت ممكن اكلم مستر مالك الاونر بتاع القريه؟ ايوه انا مع حضرتك، تحت امرك. انا اتصلت قبل كده وعرفت طبيعه القريه، وكنت محتاجه احجز كم غرفه كده لمده 6 ايام. للاسف مفيش امكانيه خالص، يعني ممكن اقرب فرصه تبقى كمان شهر من دلوقتي. مستر مالك ارجوك، الموضوع مهم جدا، انا مستعده ادفع دبل ريت على كل غرفه، مستعده اعمل اي حاجه. بس بليز احجز لي الغرف. الموضوع مش أجازة وبس، الموضوع ليه علاقة بشغل مهم جدا. أنا مقدر طبعاً اهتمامك واحتياجك لده، بس بصراحة غصب عني عندي حجوزات كتير جدا مش قادر أكنسلها. أنا بعتذرلك مرة تانية. مع السلامة. شكراً، مع السلامة. يلا. ايه ده؟ مين اللي جاي دلوقتي؟ طب ثانية يا جماعة هروح اشوف. خد كمل مكان. مساء الخير. مساء النور. ممكن اقابل الاونر مستر مالك؟ ايوه انا. انا اللي كلمت حضرتك الصبح وكنت مصره احجز هنا. انا اريج كوم. اه الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. طب اتفضلي معايا المكتب. اوكي. نورت المكان. اتفضلي يا فندم. ميرسي يا مستر مالك، وسوري بجد ان انا جيت من غير ميعاد وعطلتك. عطلتيني عن ايه بس؟ انا بس اللي مستغربه ان حضرتك جيتي المسافه دي وانت عارفه ان مفيش غرف فاضيه. ما هو هيبقى فيه ان شاء الله. هم جيتك النهارده يعني بتحطني بصراحه في موقف محرج. يعني وغصب عني بجد فعلا مفيش غرف فاضيه. طب وهل في غرفه ابات فيها النهارده ولا برضو مفيش؟ يا سلام، ولو مفيش نبني لك اوضه. ميرسي على ذوقك. مستر مالك انا هقول لك انا ليه عايز احجز عندك وليه مصر على كده، ويا ريت تساعدني في ده. اتفضلي. انا عندي شركه اعلانات، وحسيت كده الفتره الاخيره ان الموظفين عندي ما بقوش كرييتيف خالص، بقوا تقليديين قوي زي الناس اللي صدت فجاه، وانا حاسه ان السبب في ده هو التكنولوجي. اعتمادهم طول الوقت على التكنولوجي موت الخيال والابداع جواهم. عشان كده لما عرفت ان المكان عندك هنا ما فيهوش كهرباء ولا انترنت ولا موبايلز، حسيت ان ده اللي هيخليهم يستردوا روحهم ويرجعوا الخيال اللي جواهم. انا متفق معاكي طبعا في الكلام اللي حضرتك بتقوليه،
فعلا الناس بقت بتستخدم التكنولوجي في اي حاجه لدرجه ان ساعات بيبقى ليها تاثيرات سلبيه كتير. طيب تمام، يعني لو زي ما حضرتك بتقولي كده يبقى احنا مش مستعجلين. يعني اوعدك ان كمان شهر من دلوقتي اديك الغرف اللي انت عايزاها. بس انا كده هكون خسرت اهم كامبين عندي. انا يا مستر مالك في ظرف 10 ايام من دلوقتي لازم اكون مسلمه بلان بتاع الاعلان الجديد لاهم عملاء عندي، غير كده انا هخسرهم. ارجوك قدر موقفي، وده جميل مش هنساهولك ابدا. اتفضلي. اتمنى الاوضه تكون عجبتك. هايله، انا بصراحه مش عارفه اشكرك ازاي. تشكريني على ايه؟ انا ما عملتش حاجه. ما انت لسه هتام. اتفضل اقعد، انت واقف ليه؟ على قد ما بحب الست الذكية على قد ما بخاف منها. أنا مش بستسكى ولا حاجة، بالعكس أنا بكلمك بمنتهى الوضوح. بصراحة بقى أنا قلت الجروب بتاعي إن هم يجهزوا نفسهم ويعملوا حسابهم إن هم جايين بكرة، وأنا بجدد عرضي ليك دبل ريت لكل أوضة هتديها لي. الموضوع سمعة شركة مش بس فلوس. والله ما عارف أقولك إيه، بس هي الحكاية مش حكاية فلوس، بس واضح كده ان حضرتك عندك ثقه ان الجروب بتاعك يجي على هنا. اشمعنى؟ يعني جايه بشنطه كبيره. بصراحه بقى انا مستقتله. طيب حضرتك بس ريحي النهارده وبكره نشوف الموضوع ده. اوكي اتفقنا. صباح الخير. وانت من اهله؟ اه. ما تنسيش ان ممنوع استخدام اجهزه كهربائيه هنا، واصلا ما فيش اي مصدر للكهرباء، بس يعني يا ريت حضرتك تلتزمي بقوانين القريه. اكيد حاضر. شكرا. كده بقى احنا هنحجز الغرف دي تمام، والباقي هنبعتهم اوتيلات تانيه. فاهمني يا عبدي؟ تمام يا استاذي. تمام. طب ممكن استخدم التليفون عشان اكلمهم اكد الحجز وكده؟ اه طبعا عبدي التليفون. تمام اتفضل. ميرسي. ايه مالك؟ انا محتاجه الارقام، مش حافظاها. مش حافظه ولا رقم؟ ولا رقم. هو لسه في حد بيحفظ ارقام؟ انا حافظ ارقام كل الناس اللي بتعامل معاها، والباقي حاططهم على النوت بوك. قولي لي صحيح، انت فاكره اكلت ايه اول امبارح؟ طب بلاش اول امبارح، امبارح مش فاكره طبعا. يعني انت عايز تقول ان انا ذاكرتي ضعيفه؟ ايوه. لا لا، على فكره انا ذاكرتي كويسه جدا. طب قولي لي انت بتصحي ازاي قبل ما تروحي شغلك؟ يعني بظبط الالارم بتاعت الموبايل. انا بقى لا، انا باجي اقول لنفسي قبل ما بنام انا عايز اصحى الساعه كذا، بقعد بقى اتخيل شكل الساعه وعقربها، واتخيل جرس المنبه وهو بيرن جنبي، واقعد اكرر بقى الموضوع ده كذا مره قبل ما انام. وبالطريقه دي ساعتي البيولوجيه هي اللي بتصحيني في الوقت اللي انا عايزه. اه بس دي مش مضمونه. متهيألك. طب انت كام مره ظبطت المنبه بتاعك على ميعاد مهم ولقيتي نفسك بتصحي قبله من غير حتى ما يرن؟ حصلت لي كتير. شفتي بقى ايه اللي صحاك؟ ساعتك البيولوجيه. انت عارفه الناس بتوعك عطلانين ليه؟ ليه؟ انا هقول لك ليه. لانهم عطلوا قدراتهم، وبالتالي الدماغ بقت فاضيه. يعني اي معلومه عايزينها هيجروا يجيبوها من على النت، حتى لو كانت سهله وبسيطه مش هيحفظوها، لأنهم عارفين إنه يقدروا يجيبوها في أي وقت. كلكم بقيتوا بتحتفظوا بالمعلومة في الذاكرة قصيرة المدى،
يعني لحد ما تستفيدوا منها وخلاص بتنسوها. علشان كده بقى الخيال تعيش انت يا حاجة. يعني كده العيب مش في التكنولوجي، العيب في طريقة استخدامنا ليها. صح. استسهال بقى. بدل ما نطور التكنولوجيا لينا ونستفيد منها، هي اللي حولتنا نبقى جزء من منظومتها وخلتنا نفقد كل ما يميزنا كبشر، حتى أحاسيسنا ومشاعرنا. بقينا بنعبر عنها بشوية حروف ولايكات وإيموشنز. بصراحة ده مش شغل بني آدمين خالص. بس أنا بصراحة حاسة إن كرهك للتكنولوجي ده وراه سبب تاني باين قوي في كلامك، صح؟ صح. شكرا. يعني كده كل اتنين هيقعدوا في اوضه، صح؟ انا هعمل ايه بس للاسف، يعني قريش كل الاوض التانيه محجوزه. انا كل اللي قدرت اعمله ان انا اكنسل الحجز بتاع سواح اليابانيين. عايز اقول لك ان شركه السياحه متضايقه مني جدا. لا 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 تمام، ما تشغلش بالك، هم اصلا كلهم صحاب قوي ومتعودين يقعدوا مع بعض ويسافروا مع بعض. انا بصراحه مش عارفه اشكرك ازاي، لعلمك بقى انا مكسوفه منك بجد، يعني حاسه ان انا دبستك كده في حاجه غصب عني. ويا ترى بقى دبستيني في حاجه غصب عني ازاي يعني؟ يعني لما جيت لك لحد هنا بالليل وكان باين عليا قوي قد ايه مصممه على الحجز، فاكيد انت اتحركت يعني. تفتكري بقى لو كان حد غيرك جه وعمل نفس اللي انت عملتيه بالظبط واكتر، تفتكري انا كنت هوافق برضه؟ متهيألي اه. مش حقيقي على فكره. أنا عملت ده عشان خاطرك أنت بس، علشانك. عشاني أنا؟ اشمعنى يعني؟ اشمعنى دي بقى أنا ما عنديش عليها إجابة دلوقتي. بس كل اللي أعرفه إن لو كان حد غيرك جه وطلب مني الطلب ده أنا ما كنتش هعمله. بقول لك ايه يا معلم؟ ايه؟ القريه دي شكلها صايعه هبل. بص الصور. واو حلو على فكره. بتهيألي بقى مفيش مكان احسن من كده تتكلم فيه مع قريش وتقول لها انك بتحبها. مكان هادي ورومانسي. يعني دي فرصتك الوحيده يا معلم. والله عندك حق، تصدق انا لازم احسم الموضوع ده. احسم؟ يا ابني افهم، قريش ممكن في اي وقت تقابل اي حد وياكل دماغها، وساعتها انت اكتر واحد هيندم انه ما اتكلمش معاها من بدري، فيا ريت تنجز بقى عشان اتنفخت منك. يا ابني مفيش الكلام ده. ما تقلقش كله تحت السيطرة. والله العظيم تلاتة انت بق. بقول لك يا معلم، ما تعمل مع اخوك وجب. خير؟ مش حاسس بيا خالص، هموت واعرف دماغه مشغولة بمين. مش ضروري يعني تكون دماغه مشغولة بواحدة. يعني ايه يعني؟ كل يوم قاعد على الفيسبوك لوش الصبح وكمان فاتح الشات، اكيد في واحدة. بقول لك ايه، عشان تخلصي الحكاية دي خالص روحي وش كده قولي له ان انت بتحبيه. وشوفي رد فعله ايه، وبعدين دي راحه مكان رومانتك، خديه مره اتمشي معاه وجسي نبضه هناك. يا خديجه. ايوه. خدي يا بيبي تعالي عايزك. نعم. حسام عايزك. ديجه ممكن بس تيجي تقعدي جنبي شويه عشان عايزه اراجع معاكي شويه حاجات في الشغل كده قبل ما نوصل. اوكي. طيب اقوم اقعد انا جنب مي، حتى انا كمان اتخنقت. يلا كفايه عليك كده، اجري. اوفا احنا فاضل لنا قد ايه؟ انا ظهري غالبا كده اتقطم. يعني بتهيألي خلاص قربنا نوصل، وبعدين مش انتوا اللي اتاخرتوا عقبال ما اتجمعتوا وخليتونا نمشي في الزحمه؟ وانا مالي، المحاسوبين اللي اسمها اسراء والتانيه اللي اسمها خديجه هما اللي اتاخروا. بقول لك ايه، تفتكر كده هنعرف نقعد هناك من غير لا موبايلز ولا انترنت؟ باي ذا واي انا عملت حسابي وجبت معايا كرتونه كبيره عشان انسى الكلام ده خالص. يا باشا سيب لي انت بس نفسك وانا نسيك الدنيا دي كلها. اوعى تنسيني الدنيا دي كلها ازاي يعني؟ ما بطل وش التناكه بتاعك ده. تناكت ايه يا ابني؟ هو انت معقد ولا ايه؟ معقد؟ هو انت ليه مصره تضايقيني؟ كل ما اتكلم معاكي احس ان انت قصده تعكنيني عليا، كل ده ليه؟ كل ده عشان انا في وقت من الاوقات يعني قلت لك على اللي بحسه ناحيتك. تاني يا رؤوف هنعيده تاني؟
ولا تاني ولا تالت. عامة لو متخيل انه هيحبك او حتى هيبص لك فانت بتحلمي، لان اللي بيحبها احنا رايحين لها دلوقتي. اسراء. نعم. بقول لك ايه، واخده بالك مي ورؤوف بيتكلموا ازاي مع بعض؟ لا مش اخده بالي. ليه هو في ايه؟ يا بنتي ما رؤوف بيحب مي، ومي بتحب حسام، وخديجه بتحب رؤوف، اما حسام مش عارفه لسه بيحب مين، بس تقريبا كده بيحب قريش. ما شاء الله. طبعا احنا جايين هنا نقل ادبنا ونحب طبعا، مش جايين نشتغل صح؟ بقول لك ايه، ما بلاش الحبتين دول عليا، علشان انا هرشه كل واحد في الشركه دي واولهم انت. ليه بقى ان شاء الله؟ ماسكه عليا حاجه وانا ما اعرفش؟ تحب اقول لك انت حاطه عينك على مين؟ بنت انت، انت تحترمي نفسك وتبطلي قله ادب، بدل ما اخلي نهارك ده زي وشك. لا تصدقي اتخضيت. بقول لك ايه، اوعي تكوني فاكره نفسك متنكره تحت التنظير اللي انت بتنظريه علينا طول الوقت ده. رشا انا مش عاوزاك تتكلمي معايا وتقطمي معايا لنهايه الرحله، تمام؟ تعالي يا قريش. ايه ده؟ انت عرفت ازاي ان انا اللي وراك؟ تعالي اتفضلي. تقوية حواسك عملية صعبة جدا، تاخد وقت ومجهود وتدريب طويل، لكن في النهاية نتيجة مذهلة بصراحة. لا استنى شوية بقى، يعني انا دلوقتي كنت جاية وانت مديني ظهرك، انت عرفت ازاي ان انا بالذات اللي واقفة وراك؟ انا جاوبتك على فكرة، بس انت ما خدتيش بالك. بس قصدك الحاسة السادسة يعني؟ المشكلة ان البني ادم بيهمل حواسه كلها وبيختزلها في حاسة واحدة بس. بليز بلاش الردود الغامضة دي. طيب انا طبعا ما شفتكيش وانت جاية، بس يعني اقدر اميز صوت خطواتك وإيقاعها، شميت ريحة برفيوم شميته عليكي قبل كده، يعني حاجات زي كده ولا إيه؟ صراحة أنت أوفر شوية. هو أنت إيه، كمبيوتر يعني؟ إحنا اللي صنعنا الكمبيوتر، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا، وطبعاً أنت متفقة معايا إن صنع الخالق لا يقارن بصنع المخلوق، مش كده؟ في أجهزة كتير إحنا لو ما لقيناش الكتالوج بتاعها مش هنعرف نستخدمها، حتى لو إحنا عارفين إمكانياتها كويس. ده ينطبق على البني آدمين بالظبط. يعني أنا مثلا أول ما جيت هنا ابتديت أفتح الكتالوج، عايز أقول لك إن أنا اكتشفت حاجات كتير جدا ما كنتش عارف عنها أي حاجة. أنا كده فهمت قصدك، وهو ده بالظبط اللي أنا جاي عشانه. الو، ها انتوا فين؟ اوكي يعني داخلين على هنا؟ تمام يلا متأخروش، مستنياكوا، باي. تفتكري بقى لو كان حد غيرك جه وعمل نفس اللي انت عملتيه بالظبط واكتر، تفتكري انا كنت هوافق برضه؟ تهيألي اه. مش حقيقي على فكرة، أنا عملت ده عشان خاطرك أنت بس. أيوة أيوة أريج، أنا مالك؟ حاضر حاضر جاية. هاي هاي. الو، ها انتوا فين؟ اوكي يعني داخلين على هنا؟ تمام يلا متأخروش، مستنياكوا، باي. تفتكري بقى
لو كان حد غيرك جه وعمل نفس اللي انت عملتيه بالظبط واكتر، تفتكر انا كنت هوافق برضه؟ متهيألي اه. مش حقيقي على فكره، انا عملت ده عشان خاطرك انت بس. ايوه ايوه يا ريجي، انا مالك؟ حاضر حاضر جاي. هاي هاي. انا اسف لو ازعجتك. لا خالص مفيش ازعاج ولا حاجه. طبعا انت عارفه ان هنا في نظام وضوابط بتحكم المكان. اه طبعا، انا حتى مبلغه الناس اللي جايين بكده. طب يا ترى بلغتيهم لو في اي مخالفه هيدفع عليها غرامه؟ يعني مثلا لو حد اتكلم في الموبايل هيدفع 100 يورو. هم اصلا نو واي يعملوا كده. طيب انا هحتاج منك بقى 100 يورو علشان انت خالفتي القوانين واتكلمتي في الموبايل مع انك عارفه ان ده غلط، فيا ريت بقى تدفعيهم في الريسبشن. انا اتكلمت في الموبايل؟ لا ابدا خالص، ما حصلش. لا حصل. لا انا ما اتكلمتش في الموبايل. أريش ما احبش اشوفك كنت بتكتبي. انا عارف طبعا ان الموقف محرج، بس بصراحه انا ما بتهاونش في الموضوع ده خالص. لو عاوزتي اي حاجه انا موجود في مكتبي. تعال هنا. نعم. سوري معلش انا اسفه، صوتي عالي لوحده غصب عني. انا بس كنت عايزه اعرف انت عرفت ازاي ان انا استخدمت الموبايل؟ مستنيكي في مكتبي بعد ما تدفعي الغرامه. Thank you.
الحمد لله على السلامه يا جماعه. الله يسلمك. بس ايه الموز ده؟ والله ما انا عارفه يا اختي. ايه ده؟ انت نطقتي؟ اخيرا خرجتي من كهن البنات اللي انت عايشه فيه ده؟ ايه ده؟ مش قلت لك ما تتكلميش معايا؟ اخرسي. يا جماعه احب اقدم لكم مستر مالك عبد الرحمن، هو صاحب القريه اللي احنا موجودين فيها، وانا باسمي وباسمكم كلكم بشكره جدا على المجهود الكبير اللي عمله عشان اقدر احجز لكم هنا. لا على ايه يا جماعه؟ انتوا نورتونا بجد. احب اقدم لك حسام كرييتيف تيم ليدر، ورشا، اسراء، مي، خديجه، روف. تشرفنا في سعيدك. انتوا منوريننا جدا بصراحه، بس انا كنت عايز اقعد اتكلم معاكم كده بس في شويه حاجات اوضحها لكم يعني لو وقتكم يسمح. بصوا بقى يا جماعه، هنا زي ما انتم. بصوا يا جماعه، الهدف من وجودنا هنا اننا نصفي دماغنا من اي حاجه ممكن تعطل جوانا الابداع والخيال. عايزين ننشط موهبنا، عايزين نشغل دماغنا بطريقه مختلفه، اسلوب نعتمد فيه على مشاعرنا واحاسيسنا اللي هي اصلا اساس شغلنا. انا متفائله ان شاء الله ان قعدتنا هنا هتطلع حاجه مختلفه. انا وضحت لهم الموضوع ده كويس قوي، واعتقد ان الكل متحمس. يا جماعه لو خلصتوا الميتنج بتاعكم في بره باربيكيو ورقص وغنى هتتبسطوا قوي. باربيكيو؟ بس احنا لسه واكلين. معلش شويه كده عقبال ما الاكل يستوي هتجوعوا تاني. يلا انا مستنيكم بره. طب ايه؟ يلا يلا يلا. الليل عند البوادي، الليل جينا يا بوادي، الليل عند البوادي، الليل جينا يا بوادي، الليل انا غني لنا، الليل انا غني لنا، غني لي وين ما جربنا وين شدي لعند البوادي، الليل عند البوادي، الليل عند البوادي، الليل انا غني يعني عمال تقول لنا مفيش تكنولوجي وبتاع وانت منور الحفله كلها بالكهرباء. ما هي الكهرباء دي عشان خاطر النور بتاع الحفله، كمان مفيش اي فيش تحط فيها اي اجهزه. وبعدين فين ال 100 يورو اللي عليك؟ مش دافعه حاجه. تمام، حطهم على الفاتوره. برضه مش هدفعهم. الله، يعني خالفت النظام ومش عايزه تدفعي الثمن. انا مش هدفع غير لما تفهمني انت عرفت ازاي. فارق معاكي قوي يعني؟ اي بص يا ستي، أنا عندي جهاز كده موصله بجنريتر زي السنسر يعني، أي حد يتكلم في الموبايل يديني إشارة على طول والمكان كمان. الله الله، يعني مش بس كهرباء، أنت كمان بتستخدم هاي تكنولوجي لمحاربة التكنولوجي. لا يفل الحديد إلا الحديد ولا إيه؟ إيه؟ أنت عايز تقول حاجة؟ لا لا خالص، مش عايز أقول حاجة، بص في وشك فرجة لوحدة. بصراحة أنا بحب بص في وشك أوي. ميرسي. إيه مالك فين؟ لا أبدا مفيش. مفيش؟ شكلك كده واخد بالك من اللي أنا واخد بالي منه. شكل الواد ده إيه؟ كل دماغ على الآخر. قلتلك. يا اخي ما تسبقش الاحداث، ما يمكن قاعدين بيتكلموا مع بعض عادي يعني. غلط، لازم تسبق الاحداث عشان الاحداث ما تسبقكش. نفسي افهم يا اخي ليه بتروحوا خمسه؟ مفيش مره توصل لخمسه. بطيء انت يا مومبي. طب وانت عايزني اعمل ايه يعني دلوقتي؟ خش عليهم وهد عليهم اللحظه ورشة انت. بقول لك ايه؟ النبي يا اخي بطل تسخن فيا. راحتك. يوي هلا اوفا مالك متنشن كده ليه؟ مش متنشن ولا حاجه، واي مالي وخلاص. لا خالص، شكلك بس متضايق فقلت اسالك. لا انا زي الفل. رأوك ممكن اسالك سؤال؟
ليه كل مرة أجي أتكلم معاك أحس إنك عايز تكسبني أو تحرجني؟ مش الفكرة، بس أنت عايشة شوية بس كده بالخيال. خيال؟ هاي يا جماعة. هاي، ايه رأيكم بقى في الاتموسفير ده؟ اظن ملكوش حاجة، ابداع ابداع يعني. لا الحقيقة كل حاجة هايلة هنا، انا بحييك بجد. سيح. ولو اني مختلف معاك شوية على اسم القرية. انا من رأي حسين فعلا، يعني شايفة انك تغير الاسم احلى يا مالك. يعني يا جماعة انا كانت وجهة نظري في الموضوع. لا 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 لا، ثانية واحدة بس قبل ما تقول وجهة نظرك، علشان واضح ان وجهة نظرك دي هتاخد وقت طويل شوية. انا الحقيقه كنت محتاج ان انا اقعد مع اريج اتكلم معاه في موضوع. ممكن 5 دقايق؟ طيب انا كده كده كنت قايم عشان اشوف الجست بتاعي. خدوا راحتكم بعد اذنكم. اتفضل راحتكم. انت ازاي احرجته كده؟ انا ما قصدتش ان انا احرجه، بس انا فعلا عايز اقعد اتكلم معاك في حاجات مهمه. حاجات ايه؟ حاجات في الشغل طبعا. طب اتفضل. انتي معايا؟ ايوه معاك. يعني وانا رحت فين؟ انا كنت بقول ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا كنت بقول ايه دلوقتي؟ هو اختبار ده ولا ايه؟ مش فاهم. لا ابدا، ولا اختبار ولا حاجه، انا بس حبيت اثبت لك ان انتي مش مركزه معايا. يظهر كده ان في حد شاغل تركيزك. تقصد ايه؟ اقصد اللي انتي سمعتيه. كلامي مش واضح ولا ايه؟ انت ازاي بتكلمني كده؟ على فكره انا ما اسمحلكش تتكلم معايا بالطريقه دي. طيب انا اسف بجد، انا اسف. بعد اذنك. ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه ولا حاجه. حسام عايزك شويه. تعالي. بص يا حسام، هو في حاجة كده أنا ملاحظاها بقالي فترة وبدأت أتأكد منها الأيام دي. يعني أنت عارفني أنا واحدة براكتيكال قوي، يعني مش هلف وأدور عليك. حسام أنا معجبة بيك. In another words I feel like إني بحبك. الحقيقة ما هي أنا متفاجئ من اللي أنت بتقوليه ده. يعني أنا بصراحة عمري ما حسيت إن في حاجة كده. وديك عرفت، بس مش ده المهم دلوقتي. المهم بقى اللي انا عايز اعرفه، انت في حد يعني من الاخر انت بتحب اريج؟ من الاخر كده انا مش عارف. يظهر كده ان انا عندي مشاعر من ناحيتها، بس مش عارف اذا كانت دي مشاعر حب ولا اعجاب. حقيقي ما اعرفش. طيب قدام احنا بنتكلم عن المكشوف، فخلينا نكمل كده للاخر. يا حسام انا طول الوقت حاسه ان انا في سباق مع اريج عليك. ده طبعا في حاله لو اريج هي كمان عايزاك. بس لو اريج مش عايزاك، وبصراحه يعني هو ده اللي انا حاساه، ساعتها بقى انا عايزاك تعرف حاجه مهمه قوي، ان انا عايزاك وعايزاك قوي كمان. انت ليه ما هي بتقولي الكلام ده؟ مش المفروض البنت هي اللي تقول الكلام ده؟ المفروض الراجل مش هو. مش قصتك، ده اللي جوايا واللي انا عايزاه واللي انا حاساه. I don't care. أريج، ايه ده انتي لسه صاحيه؟ مش جايلي نوم. ما انت كمان صاحي اهو. ومش جايلك نوم ليه بقى؟ بفكر في حاجه كده. في الكامبين بتاعكو؟ لا. يبقى اكيد في الميت يورو اللي عليك. هدفعهم لك يا غلس. لا بفكر في حاجه تانية.
طب اقول لك انا بقى كنت بفكر في ايه. قول فيك بجد. طب على فكره انا كمان كنت بفكر فيك، يعني كنت بفكر اعتذر لك على اللي عمله حسام، اصله كان سخيف شويه. لا خالص انا ما حطيتش الموضوع في دماغي، في النهايه يعني هو جست ولي احترام. هو انت برج ايه؟ سرطان. يا خوفي منك، انت بتموت في الستات. بس بعرف احب كويس قوي. وانت بقى برج ايه؟ انا برج الجوزاء. جوزاء وبتتريق على سرطان؟ ده انت 100 شخصيه في بعض. اهو انا كده بقى اتاكدت انك مجنونه. انا مجنونه؟ اه طبعا، يعني تيجي لحد هنا في عز الليل وانت عارفه ان مفيش حجز تبقي مجنونه. واكتر حاجه بقى اكدت لي ده انك سنجل. ما هو يعني مزه وحلوه وسنجل تبقي مجنونه على طول، ده رول نمبر 1. ايه؟ هو انت معجب بيا؟ انا بصراحه كنت، بس دلوقتي انا في مرحله تانية خالص. طب على خيرة الله، احنا لحقنا. جود نايت. يا جماعة أنا مقدرة إن أنتوا مش عارفين تشتغلوا ولا تقعدوا حتى من غير الإلكترونيك ديفايسز بتاعتكم. أنا برضو حصل لي كده في أول يومين. أيوة بس أنا بصراحة شايفة إن أنا أكتر واحدة بتضيع وقت، يعني أنا جرافيك ديزاينر أشتغل أنا إزاي من غير لابتوب؟ طيب بقول يعني أحاول أشوف أي طريقة أو أتصرف، بس بجد مش عارفة أنا مطلوب مني إيه. يا إسراء المهم دلوقتي الأفكار، الخيال مش التنفيذ. يا ستي ارسمي، أنت بترسمي تحفة، ارسمي كروكي لغاية ما نرجع. انا شخصيا مش قادره افكر خالص، مخي وقف طول الوقت، الاقي ايدي بتتمد احاول ادور على موبايل ولا لابتوب اي حاجه اقدر ادخل على الانترنت ادور حتى على اي معلومه، ولا قادره اعمل ده. ايوه انا بعمل كده زيك بالظبط، بصراحه كده احنا بنضيع وقت على الفاضي. انا عن نفسي مش متضايقه خالص، هو الواحد محتاج ايه غير اكله حلوه ووجهه حسن؟ يا خراشه على استاذ مالك صاحب القريه ده، امور قوي. ايه اللي انت بتقوليه ده يا رشا؟ نرجع لمرجعنا. بصوا دلوقتي اشتغلوا على اللي انتوا واثقين فيه، واللي مش متاكدين منه قوي نتاكد منه لما نرجع. انا عايزاكوا بس تلاقوا الفكره، نركز على الفكره، اشتغلوا بمخكوا بالورقه والقلم لغايه ما نلاقيه. انت معانا يا حسام؟ طبعا. اوكي يلا ابداوا من دلوقتي، وانا واثقه ان انتوا هتعملوا حاجه كويسه. اتفضلوا. استنى يا حسام انا عايزاك. حسام انا مش عارفه مالك، يعني انا ملاحظه من يوم الباربيكيو وانت متغير معايا، ما بتكلمنيش خالص. هو صحيح انا كنت حاده معاك شويه، بس انت برضو كلمتني بطريقه انا مش فاهمه سببها. انا الحقيقه ما قصدتش ان انا اضايقك، انا بس يمكن انفعلت شويه علشان انت ما كنتيش مركزه معايا. صح انا فعلا ما كنتش مركزه، بس انا حاسه ان في حاجه تانية كنت عايز تقولها لي. يعني مجيتك عليا انا ومالك كده كان ليها هدف تاني. طول عمري بحترم ذكائك ومعجب بيها. حسام انا بعتبرك زي اخويا بالظبط، ده احساسي ناحيتك. يا ريت تحافظ لنا على العلاقه دي وتدعمها. بليز بي سمارت. مفهوم مفهوم يا ريشه. اجد مسج.
شكرا. طب ممكن اعرف ايه السبب؟ اقول لك يا ستي، انا كنت عايش في امريكا، وطبعا العيشه في امريكا صعبه مش سهله، مش زي ما كل الناس متخيلين يعني، خصوصا ان انا كنت طالع على شغل، وعلشان اعمل فلوس كويسه لازم اتعب واشقى. عايز اقول لك ان انا اتعلمت هناك الغربه والوحده. كنت بشتغل في شركه سياحه كبيره، ابتديت اترقى فيها، عملت فلوس كويسه قوي. أمي بقى ما كانش ليها في الكمبيوتر خالص، ولا كانت تعرف شكله إيه أصلاً، بس اضطرت بقى إن هي تتعلم عشان يبقى في تواصل بينا على السكايب وتشوفني وتكلمني. 4 سنين كاملة ما نزلتش فيهم مصر عشان أبني نفسي وأكبر، وطبعاً الغياب ده ما كانش اتفاقي معاها. ما كنتش زعلان إني مش بنزل، لأني كنت بشوفها وبسمع صوتها كل يوم على السكايب كأنها عايشة معايا، وبصراحة ده كان مكفيني. لكن هي وبعدين يا مالك؟ هتمتح كده بعيد عني كتير؟ يا أمي ما أنت بتشوفيني كل يوم، ربنا يخلي لنا السكايب بقى. يا ابني أنا عايزاك قدامي، مش أحمك ولحمك. أنت ما وحشكش حضن أمك يعني؟ والله وحشني قوي يا حبيبتي، بس الحياة هنا إيقاع سريع، وأنا لازم أبقى بنفس الإيقاع علشان ما أفشلش. بعد الشر عليك يا حبيبي من الفشل، إن شاء الله اللي يكرهك. بس أقول لك إيه، بس ما تزعلش من كلامي، انا حاسه ان في مره هتكلمني هيقولوا لك امك ما بقتش موجوده. ليه يا امي بقى الكلام ده؟ بس انا مش عايز اسمع الكلام ده تاني لو سمحت. انت لازم يعني امي في كل مكالمه تنكدي عليا كده. هي دي الحقيقه يا مالك. وفعلا في اقل من 10 ايام بكلمها على السكايب ما بتردش، جربت اكلمها على الموبايل برضه ما بتردش. ايوه ممكن اكلم ماما؟ يا ماما فين؟ ثواني حضرتك. الو؟ ايوه يا مالك، انا خالك كمال. اهلا يا خالي، ازيك؟ اخبارك ايه؟ دي فرصه حلوه قوي ان انا سمعت صوتك. انت كويس؟ هي ماما فين؟ بكلمها كتير على النت بس ما بتردش. كويس انك اتكلمت، انا كنت لسه بدور على رقمك. حبيبي قول ان لله وانا اليه راجعون، وادعي لأمك بالرحمة والثبات. ما قدرتش بنفسي غير وانا بكسر كل حاجه حواليا ليها علاقه بالتكنولوجيا، الايباد بتاعي، اللابتوب، موبايل، كل حاجه. كل حاجه خدعتني وفهمتني ان حضن امي ده مش مهم، وان كفايه ان انا اسمعها او اتكلم معاها على شاشه كم بوصه يعني. يا الندم اللي حسيته، عمري ما حسيت ان انا قليل وصغير كده إلا بعد ما أمي توفت. الله يرحمها. تعالى نقرأ لها الفاتحة.
انا مش عارف اشتغل، احنا كده بنضيع وقت. انا شايفه ان رؤوف عنده حق تماما، احنا لازم نرجع القاهره حالا. نترد يا ابني، وانت مش تيم ليدر بتاعنا؟ يوهو قرف ده. يا رؤوف يا رؤوف استنى. مفيش فايدة، مش عارفين يوصلوا لحاجة، النتيجة عكس ما توقعت خالص، يعني بقالهم دلوقتي 4 أيام ومفيش أي نتيجة. لأن كل واحد فيهم حاطط في دماغه إنه مش هيعرف يشتغل غير بالأدوات بتاعته. يعني كمبيوتر والنت. أنت عارفة الناس دي لو نسيت الموضوع ده هيطلعوا شغل زي الفل. لا لا يا مالك خلاص، أنا بفكر أنزل بيهم مصر. الكامبين ده لو ضاع مني أنا هخسر كتير قوي. أنا حتى بفكر أعتمد على اللي عملوه قبل كده مع شوية تعديلات يعني. صدقيني هما يومين كده بس وهيطلعوا فكرة كويسة. انت مش بتقولي الناس دي موهوبة بجد ولا أوانطة ولا ايه؟ والله دول أقوى ناس في السوق. خلاص يبقى تراست ديهم يومين كده بس وهيظبطوا الدنيا. قولي لي صحيح، انت دخلتي اوضتك بدري النهاردة؟ انت زعلانة مني في حاجة؟ لا والله أبدا، أنا بس قلت أشتغل شوية. بيني وبينك أنا ضميري مقلبني، حاسة إن أنا سايباهم كده ومش بحاول أساعد ولا أفكر. طب وانت ايه اللي مخليكي كده؟ يعني دماغي مشغولة شوية. ويا ترى دماغك مشغولة بيه؟ مشغول بيك انت طبعا يا حليوة. ليه صحيح انت دخلتي اوضتك بدري النهاردة؟ انت زعلانة مني في حاجة؟ لا والله ابدا، انا بس قلت اشتغل شوية. بيني وبينك انا ضميري مقلبني، حاسة ان انا سايباهم كده ومش بحاول اساعد ولا افكر. طب وانت ايه اللي مخليكي كده؟ يعني دماغي مشغولة شوية. ويا ترى دماغك مشغولة بيه؟ مشغول بيك انت طبعا يا حليوة. في ايه احسن؟ مفيش، بجاوب على الاستاذ. الاجابه يا سيدي ان الاستاذه قريج مشغوله بيك. وايه بقى مجرجرانا على ملا وشنا وجايبانا هنا ومجردانا من كل التولز بتاعتنا وهي اللي ولا بتقضي شهر العسل؟ انت شارب يا حسن؟ شارب ايه يا شيخه؟ اوعي تقولي كده، ده انا شارب ولحيه وسكسوكه كمان. من فضلك يا حسام لو سمحت تطلع على اوضتك. والله العظيم ضحكتيني، فكرتيني بامي كانت دايما تقولي حسام اطلع اوضتك يا حبيبي. استاذ حسام انا شايف انك تطلع اوضتك دلوقتي بدل الهرتله اللي انت فيها دي. استاذ؟ ده انت اللي استاذ يا عم، ما تقولش كده. ده انا طلعت تلميذ وتلميذ فاشل قوي كمان. انا بقالي 5 سنين بحاول اظبطها ومش عارف، تيجي انت في 5 ايام وتظبطها؟ بسم الله ما شاء الله، ده انت اللي استاذ يا راجل، ما تقولش كده. انا مش مصدقه اللي انا بسمعه ده، انت اكيد اتجننت. عارف لولا العشره اللي بيني وبينك ولولا ان انا عارفه انك سكران دلوقتي كان هيبقى ليا معاك تصرف تاني خالص. انت ولا تقدري تعملي حاجه، شركتك دي انا عملتها على ايدي. انا دخلت شركتك دي وهي شركه مجهوله، وانا اللي خليتها لك نمبر 1 من غيري ولا تقدري تعملي حاجه. وفي الاخر بعد ده كله تسيبيني انا عشان خاطر المعقد ده؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بالنسبه لايه؟ يعني حضرتك شايف انك عادي لما تمد ايدك على جست عندك وتضربه؟ طب اهدى كده بس يا استاذ رؤوف وتفضل اقعد. لا طبعا مش عادي، بس انت شايف ان عادي اللي استاذ حسام عمله ده؟ يبقى مهرتل كده وسكران ويجي يغلط فيا انا وقريش؟ انا ضربته بس عشان افوقه، لانه بصراحه هبل زاد عن اللزوم. طب اسمعني كويس يا استاذ مالك، حسام بيحب قريش من زمان، والراجل كان جاي وناوي يفتحها في خطوبه وجواز. تقوم حضرتك كده بمنتهى البساطه تهدله كل اللي كان بيحلم بيه، وكمان بتضربه. مش صح.
ايه؟ حاسس بايه؟ هي وجعك؟ لا لا حاجة، مش حاسس بحاجة. امال مالك يا عم مكشر كده ليه؟ مش مصدق اللي حصل معايا ده. بس اللي غلط لازم يدفع ثمن غلطته. كلام رؤوف مش حقيقي، وحتى لو حقيقي انا ما اعرفوش. وعلى فكره حسام ما بيحبنيش، حسام بس عاجباه شخصيتي، ستايلي، طريقه لبسي، طريقه كلامي، الحاجات دي يعني. وحتى لو جه في يوم صارحني بحبه وتقدم لي برضه مش هوافق، عشان انا بعتبره اخ وصديق مش اكتر. طب رؤوف بيعمل كده ليه؟ رؤوف بيحب مي، ومي بتحب حسام، عشان كده رؤوف بيعمل كده عشان يبعد عن حسام. انا كنت حاسس ان خديجه بتحب رؤوف. ده برضو حقيقي، الدنيا متلخبطه، كل واحد بيحب واحد ما بيحبوش. طب انا وانت ايه بقى؟ انا وانت ايه؟ انا فاهم انك فاهم. لا انا مش فاهمه حاجه، وبعدين اللي عايز يقول حاجه يقولها، ما تعتمدش على ذكائي، اعتبرني يا سيدي اتعديت من القريه بتاعتك. لعلمك بقى انا حتى لو ما قلتش متاكد انك حاسه. انت مستكبر تقول يعني؟ خلاص ما تقولش، ماشي، تصبح على خير. استني بس، رايحه فين؟ نعم والله انا كنت اقول المره اللي فاتت، بس حصل اللي حصل بقى. طب قول. بحبك. سمعتش كويس. بحبك يا ريش، بحبك. طب ايه؟ ايه؟ مش تعليق خالص كده على اللي قلته؟ لا مفيش. تصبح على خير. لا أريش، ممكن أقعد معاكي شوية؟ اتفضل. أريش أنا بجد آسف على اللي حصل، وأنا غلطت ولازم أدفع ثمن غلطتي، وأنا مستعد أتحمل أي قرار ليكي على فكرة. بجد أنا آسف. أنا مش عايزة أتكلم في أي حاجة يا حسام. أنا كل اللي يهمني دلوقتي إن الوقت بيعدي وما عملناش حاجة في الشغل. تحب ننزل مصر؟ واضح إنك مش طايقاني وطبعاً عندك حق. أنا تقلت في الشرب وأنت عارف أنا أصلاً ما بشربش. لكن كل اللي هقدر أقوله لك إن إحنا فاضل لنا هنا يومين، وأنا أوعدك إن هما مش هيخلصوا قبل ما نكون مقدمين لك شغل حقيقي تبقي فخورة بيه. وده وعد مني. أنا آسف مرة تانية. بعد إذنك. مساء الخير. مساء النور. ممكن اتكلم معاك دقيقتين؟ طبعا ممكن، اتفضل. اتفضل. انا اسف على اللي حصل من شويه. انا اللي اسف. أنا لو كنت مكانك كنت عملت زيك بالظبط. معلش الأوضة ملخبطة شوية.
بقالي شويه بحاول اوصل لفكره ومش عارف. تحب تشرب حاجه؟ لا لا ولا حاجه، انا بس مش عايزك تبقى شايل جواك حاجه من ناحيتي وحشه، انت فاهمني طبعا. وفر كلامك، انا عارف انت عايز تقول ايه، بس انا الحقيقه شلت الموضوع ده من دماغي خالص، وكل اللي يهمني دلوقتي الشغل اللي انا جاي عشانه. انت متاكد من الكلام اللي بتقوله ده؟ على فكره انا اقدر اعمل، ارجوك بلاش نحرج بعض بالكلام في الموضوع ده. انا زي ما قلت لك كل اللي يهمني دلوقتي الكامبين بتاعي وبس. طب هضايقك لو قلت لك ايه هو موضوع الكامبين؟ يعني ممكن اطلع بفكره تساعدك او حاجه. لا ابدا ما عنديش مانع. يعني فكره ببساطه، عندنا ماركه عربيات جديده نازله السوق، عايزين نعمل لها كامبين، وانت عارف سوق العربيات صعب قوي ورخم يعني، فاحنا عايزين نفكر لها فكره كده تكون مقنعه وتكون كاتشي وجديده. كاتشي وجديده، يعني انا بشوف العربيه عند الراجل عامله زي الست في حياته، ما بيفتحش معاها الا لما بيختفى صح من الاول. حلو ده، حلو حلو ده قوي. ممكن تسيبني شويه بعد اذنك؟ نعم. سوري والله ما قصدتش، مش قصدي، بس جات لي فكره دلوقتي في دماغي، لو ما لحقتهاش مش هعرف اجيبها تاني. وعلى فكره انت كده هتبقى انقذتني. ولا يهمك، انا هسيبك تشتغل بقى. انا اسف مره تانيه. هو انت عمرك يعني قلت لرؤوف ان انت بتحبيه او حتى لمحتي له؟ مرة واحدة. ما قلتلوش طبعا كده على طول، بس كنا بنتكلم على الشات وقلت له كلام كتير. حسيت انه ما فهمش او عمل نفسه مش فاهم. انا بحبه قوي. هو بيحبك انت. ايوه بس انت فاهمه ان الموضوع بالنسبه لي منتهي خالص. وانا بايدي ايه اعمله؟ تقولي له طبعا. اقول له؟ اكيد لا. يعني ممكن ألمح له كده من بعيد، بس أقول له كاش كده؟ لا أتكسف. أمال إيه يعني؟ أنا وشي مكشوف ولا إيه؟ طبعًا يا حبيبتي، ودي عايزة كلام؟ أنا لقيت الحوار من بدري، بصاتك ليها معاني كتير قوي، أنا مش تلميذ. بس بقى يا رؤوف إيه الكلام ده؟ يا إسراء اسمعيني بس، العين بتختار قبل القلب، وبعدين أنت زي القمر ومحجبة ومحترمة. واحد زي مالك ده لف العالم كله وما اتجوزش لحد دلوقتي، يبقى هو عايز ايه؟ البنت المصريه الاصيله المحجبه. بطل هبل بقى يا رؤوف، وبعدين هو انا قلت لك حاجه تبين الكلام ده؟ هو صحيح لطيف وشكله جميل، بس انا لا يمكن ابص له البصه دي اصلا. يعني هو لو جيت اقدم لك بكره الصبح هترفضي ولا هتدي له فرصه؟ عادي يعني، وبعدين الاسئله دي مش شايفني بشتغل؟ بقول لك ايه؟ سيبي لي القصه دي وانا هظبطها لك. خير يا استاذ رؤوف. أمر. تعرف يا استاذ مالك، اهم حاجه اليومين دول الشرف والعفه. اه والله البنت من دول تلاقيها محجبه وبتلبس محترم وتعرف ربنا، هي دي العروسه اللي الواحد فعلا يأتمنها على بيته وولاده. شوف ازاي. امال يا بيه، انا اصلا لفيت كتير واتشقيت وعرفت بنات كتير جدا، فبقى ليا نظره. انا عايزك تبص حواليك كويس، مش هقدر اوضح اكتر من كده، بس صدقني لما تلاقي البنت المحجبه الجميله الذكيه اوعى تضيعها من ايديك. لا يا شيخ. والله زي ما بقول لك كده. صباح الخير يا استاذ رؤوف. ايه؟ المجموعة كلها لازم تنزل عشان تفطر. وفي تحرك جماعي كمان شويه. تحرك جماعي؟ هننتحر كلنا ولا ايه؟ لا حرفت. طيب ماشي جايه.
بصوا يا جماعة، أنا عايزكوا هنا تنسوا الدنيا تماما. يعني أي حد عنده مشكلة مش قادر ياخد قرار متلخبط يقعد مع نفسه كده شوية ويختلي بيها. يعني مش عايز أقول لكم إن ده مديتيشن، هو شبه المديتيشن، بس يعني نصيحة ليكوا، اقعدوا مع نفسكوا كده واختلوا بيها كده واقعدوا اتكلموا معاها، صدقوني هتطلعوا بنتائج إيجابية جدا. هو إيه العبط اللي بيقوله ده؟ على فكرة اللي بيقوله ده مش عبط، أنا عارف الموضوع ده كويس، اسمها خلوة علاجية. جرب كده تعمل اللي هو بيقوله وقول لي حسيت بإيه. أنا شخصيا هقوم أعمل كده. اتفضلي يا أختي. إيه رايحة فين؟ رايحة أعمل زي ما أنت قلت، هقعد مع نفسي شوية. برافو. برافو إيه؟ خديجة ده مسميها خديجة حوارات، ده هتروح تحاور على نفسها. يا أخي أنت سخيف أوي، بتبوظ وتسخف كل حاجة حلوة. أنا هقوم أعمل زيها. وأنا كمان هقوم أعمل كده. ايه ده؟ طب خدوني معاكم لما نشوف اخرتها ايه؟ بعدين انا اساسا بكلم نفسي طول الوقت لما قالوا عليا مجنونه. قومني يا رؤوف. حاضر، ربنا يستر. يا اختي. طيب هنزنقكم. اتفضل. ايه يا اسراء، مش ناويه ولا ايه؟ والله انا ما كنتش ناويه، بس واضح بقى ان انتوا بتوزعوني. ايه ده؟ ما بحبش انا الهبل ده. سيبك سيبك. طب وانت ايه، مش ناويه تقعدي انت كمان؟ أنا كنت فاكرة إنك عايزني أقعد معاك. يعني ما إحنا هنقعد مع بعض، بس أنا بصراحة عايزك تجربي الخلوة دي، هي مدتها تقريباً 30 دقيقة. حاولي كده تطردي كل الطاقة السلبية وتركزي في قرارات إيجابية، صدقيني مش هتندمي، هترتاحي قوي في القعدة دي. ماشي. أول مرة أحس إني بحب، جوايا طاقة كبيرة أوي المرة دي. أنا حاسس إن هي دي الإنسانة اللي بدور عليها وربنا بعتها لي لحد عندي، وأنا مش هضيع الفرصة. أنا حبيته من أول ما شفته، شغلي وحياتي ومواعيدي كل ده مستعدة أوقفه وأعيش معاه عمري كله. أنا عايزة أكون للراجل ده. ايه العبط اللي انا فيه ده؟ اخرتها هكلم نفسي زي رشا الهبله دي؟ طب وفيها ايه يعني؟ انت عايز ايه يا رؤوف؟ والحب بالعافيه يا اخي؟ ايه ده؟ ده انا نفسي بتكلمنا اهو. ايوه يا سيدي، الحب مش عافيه، بس هي دي اللي انا بحبها. بس هي مش بتحبك، هي بتحب حسام. اللي بتحبك هي اللي هناك دي. مالها؟ ايه عيبها يعني؟ يا رب، هو ده الإنسان الوحيد اللي ممكن أتخيل إنه يتقفل علينا باب واحد في يوم من الأيام. يا رب اجعله من نصيب. كل همي دلوقتي الناس بتلاقيش إن أنا حسام اللي هي تعرفه وبتثق فيه. كنت غبي قوي وتصرفت بطريقة غلط، مش مصدق إني عملت كده. لازم الفكرة اللي في دماغي تكمل وأعمل أحسن شغل عملته من ساعة ما اشتغلت مع أريج، وهعمل كده. لو في إزازة بيرة دلوقتي كانت تبقى القعدة فل. أنا بعد ما أخلص هقول لحسام إنه قدامه لغاية ما نرجع مصر. لو مش عايزني زي ما أنا عايزاه يبقى إنساني فوريفر بقى. هو كده عاجبه عاجبه، مش عاجبه طز. ايه يعني مليانه شويه؟ ما انا دمي خفيف واصلا يعني ممكن اخس. لا 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 لا، صعب قوي موضوع الدايت ده. ايه يعني بلبس 3 ولا 4 نمر زياده عن باقي البنات؟ انا مختلفه، انا كده وهفضل كده، واللي يعجبه يعجبه واللي ما يعجبوش طز. دي انا ومش هغيرها.
وامي دايما بتقولي كل فوله وليها كيان. مش عارفه الاقي نفسي، مش قادره اعرف انا فعلا ملتزمه ومتدينه ولا بس عاوزه دايب قلمه جبتي يعني. لكن انا من جوه مش كده، لا انا كده، انا بحب ربنا وبحب اكون ملتزمه. كل الحكايه ان انا احيانا ببقى عاوزه اعمل حاجات بلاقيها مش راكبه مع الحجاب ومع الميدج اللي انا عاوزاها لنفسي. اقلع الحجاب، لا لا لا، انا بقالي سنين كده، انا بس احسن من نفسي شويه وبعدين ماله بنعمتي. راجل متدين ومحترم بيحبني. الخلوة العلاجية بعملها دايماً مع نفسي، بحس إنها بتغسلني من جوايا، بس أول مرة شارك فيها العدد ده. التجربة دي كانت هايلة وكلهم خرجوا منها في حالة مختلفة، وأحلى لحظة لما كلهم قرروا إنهم مش هيمشوا من هنا إلا هم خارجين بأحسن أفكار للمشروع بتاعهم وفي الوقت المناسب. ربنا يوفقهم. الإنسان بيتولد ونصيبه قدامه، نوعه، اسمه، تعليمه، جوازه، صحابه، حتى نوع العربية اللي هو هيركبها. وزي ما حضرتك هتشوف معانا دلوقتي على السكرين، هنعمل لحضرتك شرح تفصيلي للستوري بورد، دي هتوضح لحضرتك الفكرة بالظبط ايه. الراجل جوه طاير من الفرحه، فرجته خمس افكار لخمس اعلانات ومبسوط جدا. الحمد لله. بصراحه لولاك ولولا المكان العبقري بتاعك ما كانش فيه اي حاجه من الكلام ده ممكن تتحقق. ده غير بقى كمان ان انت اللي اوحيت لي بالفكره المين للموضوع ده كله. ما تقولش كده. الحمد لله. طب بقول لك ايه، خش كمل الميتنج بتاعك وانا اما تخلص وانا مستنيك. وانا طيب. اوكي، ربنا معاك. مسيب متأسف جدا. وزي ما حضرتك شايف في آخر الإعلان هينزل السلوجن Voto Life Your Life، اختار صح تعيش صح. برافو برافو برافو، هايل يا جماعة، هو ده اللي أنا كنت عايزه بالظبط. هايل يا جماعة. حسام أخذ مني فكرة إن اختيار العربية عاملة زي اختيار شريكة الحياة. طبعاً ده أوفر مني ومنه، مفيش أهم من اختيار شريكة حياتك. الغريب إن في المرحلة دي كل الموجودين اختاروا مين هو شريك حياتهم. رؤوف اتجوز خديجة اللي بتحبه وبتموت فيه، ومية قدرت تجيب حسام على بوزه وبقى هو اللي بيجري وراها لحد ما اتجوزها. إسراء اتجوزت ابن عمها، ورشا أخيراً
سابت النت وبصت حواليها فاكتشفت ان جارها هيموت عليها ونفسه تبص له بصه واحده. صحيح كل فوله وليها كيال، اما انا وقريش فكنا اول اتنين ناخد الخطوه دي بعد نجاح الكامبين بتاعهم، والعربيه عملت مبيعات عاليه جدا في السوق. اتجوزنا وقضينا احلى شهر عسل، واتفقنا كلنا ان كل سنه هنيجي نقعد هنا اسبوع من غير كهرباء ومن غير تكنولوجي ومن غير اي حاجه تفصلنا عن الطبيعه. دي تالت سنه نعمل كده، بس انا اضطريت انزل القاهره. كان المفروض ارجع بكره بس رجعت بدري يوم، كلهم هيتفاجئوا بيا. المنظر اللي قدامي ده أنا كنت متأكد إني هلاقيه، بس بصراحة أنا عذرهم، أنا نفسي مخبي اللابتوب والتابلت والموبايل في أوضة مكتبي. أصل يعني بعد 3 سنين من الجواز صعب أوي تعيش من غير تكنولوجيا، ده مش بس لمدة أسبوع، ده ولا حتى يومين. هنقول إيه يعني؟ حتى أهلنا زمان كانوا كده، بس زمان كل الحكاية إن الموبايل والتابلت حلوا محل الجورنال واتركوه.